سلام الله عليكم مشاهدينا اهلا وسهلا بكم الى معرض الصحافه نقدمه لكم من قناه الشروق الاخباريه ونستهله بما يلي. اذا اخترنا لكم من صفحه الشروق اونلاين هذا المقال الرئيس تبون الظروف الاقليميه والدوليه تستوجب رص الصفوف وتقويه الجبهه الداخليه وفي تفاصيل هذا المقال تطالعون مشاهدينا ما يلي. جاء هذا في رسالة بعثها الرئيس تبون بمناسبة إحياء الذكرى الثانية والستين لعيد النصر الموافقة ل عشر مارس من كل عام وقال الرئيس تبون في رسالته نحتفي بهذه الذكرى الخالدة في ظروف إقليمية ودولية تستوجب تكاثف جهود الجميع لرص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية وتابع الرئيس أن هذه الظروف تستدعي ترتيب الأولويات من منظور وطني استراتيجي ومن منطلق ضرورة الاطلاع بالمسؤوليات على أكثر إذا التحديات التي تواجهها البلاد تفاصيل أكثر مشاهدينا حول رسالة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة عيد النصر ضمن موقع الشروق أونلاين اخترنا لكم أيضا الصفحة الأولى من يومية الخبر ويمكنكم الاطلاع على هذه العناوين الرئيسية جار السوء يلعب بالنار الأحزاب تندد وتعتبر ما يقوم به المغرب عملا استفزازيا في عنوان هامشية وعناوين أخرى تأتيكم مشاهدينا ضمن الصفحة الأولى عيد النصر الثورة والرجال على رأس الصفحة الجزائر شريك مهم وصوتها واضح جدا في عنوان آخر أسفل الصفحة الأولى ضمن تصريحات مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط عناوين هامشية تأتيكم مشاهدين ضمن هذه الافتتاحية وتطالعون فيها في قطاع النقل تسهيلات غير مسبوقة لحجاج 2024 أعلن عنها المدير العام لمطار الجزائر تطالعون أيضا هذه حكاية السردين التونسي وحقيقة الأسعار المعلن عنها مؤخرا تطالعون ايضا مشاهدينا عديد العناوين الاخرى لكن اخترنا لكم ايضا ابرز العناوين التي جاءت بها يوميه المساء وجاءت في صفحتها الاولى. حرصون على نعمه الاستقرار ورص الصفوف هذا ما اكده رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون والذي اكد ان الظروف الاقليميه والدوليه تستوجب توقف تقويه الجبهه الداخليه في عناوين اخرى مشاهدينا تطالعون اسفل الصفحة الاولى في شان دبلوماسي المخزن يستفز الجزائر بانتهاك صارخ للقوانين الدوليه على راس الصفحة الاولى تعود هذه اليوميه الى خبر تنصيب اللجنه العليا للطعون المتعلقه بالاستثمار من طرف رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون وفي عنوان اخر تقول ان رئيس الجمهوريه هنأ بوتين باعاده انتخابه رئيسا لروسيا وتعود لتفاصيل هذا العنوان في صفحتها الثانية. تطالعون ايضا مشاهدينا ضمن الغد الجزائري اليومية الوطنية التي اخترناها لكم اليوم بمعرض الصحافة عديد العناوين وجاءت على النحو التالي. تطالعون في الصفحة الاولى من الغد الجزائري كما اشرت المخزن استفزاز قذر. تطالعون في عناوين اخرى ايضا اتفاق الشراكه بين الجزائر واوروبا مراجعه بشعار ربح متبادل تطالعون ايضا مشاهدينا حيث عاده اليوميه على راس صفحتها الاولى لهذا الخبر رئيس تبون يهنئ بوتين اثر اعاده انتخابه رئيسا لروسيا وعناوين اخرى بنك رقمي للمعلومات حول التاريخ واقتحام دموي لمستشفى الشفاء واعتقال عشرات الفلسطينيين فيما يخص الوضع بقطاع غزه جراء استمرار العدوان الصهيوني عناوين اخري تاتيكم في أسفل الصفحة الأولى تجسيد برنامج رقمنة مطارات الجزائر بحلول شهر ماي المقبل التكفل بالموظفين غير المستفيدين من الترقية طيلة مسارهم المهني وارتفاع في سعر زيت الزيتون والجزائر يبحث عن المصدر الأصلي لهذه الزيت تطالعون مشاهدين ضمن الصفحة الأولى من المسار العربي المخزن وعقلية اللصوص غزة مطالب بحماية دولية لما تبقى من منشآت طبية بعد استهداف مجمع الشفاء الطبي مجددا وعلى رأسها صفحة الأولى الرئيس تبون يهنئ بوتين اثر اعاده انتخابه رئيسا لروسيا، الموعد ايضا مشاهدينا تاتيكم بعديد العناوين في عددها الصادر بتاريخ اليوم الجزائر تحيي الذكرى الثانية 62 لوقف اطلاق النار ويوم النصر ذكرى اعظم انجازات الدبلوماسيه الجزائريه. عديد العناوين تاتيكم في افتتاحيه الموعد اليوميه لكن نتعرف الان على ابرز ما جاءت به القدس العربي ضمن الصحافه العربيه والتي جاءت بعديد العناوين العربية والدولية تطالعنا فيها مشاهدينا وفي عنوان رئيسية مذبحة إسرائيلية في مجمع الشفاء عشرات الشهداء وجثث ملقاة في طرقات بهذا نختم معرض الصحافه شكرا على حسن المتابعه والاصغاء والى اللقاء